طيب اليوم ايش حل حنعمل؟ المرة اللي فاتت ضل علينا بالتشابتر 11 الفان اوت. حنخلص الفان اوت، حنعطي مقدمة بسيطة بتشابتر 16 اللي هو بتكلم على الموسفيتس، وحناخد الكويز على تشابتر 6. المحاضرة اللي جاية يوم الاحد حتاخد كويز على 7 و10، ومن ضمن الشغلات اللي حتاخدوها كمان شوية مراجعة لأنه الثلاث حيكون عندكم إيش المتر، فإحنا لازم نجهزكم قبل نضمن أنكم جاهزين للامتحان. الآن بالفان أوت، المرة اللي فاتت حددنا شغلتين بالنسبة لتشابتر 11. حددنا البي تي سي ومن ضمنها الفي او اتش اللي هي اللي كتبتها هان، وهذه ممكن حتى تظبيطها شوية، يعني هذا لو اخذتها هان هذا بصير ايش 1، وهذا بتصير على الار سي اي نفس الكلام اللي عملناه، بس صارت ايش بشكل الطف مع اللي قبل. فيش مشكلة في هاي، بدك اي فورمولا تحطها تقدر تحطها، بدك تشتغل خطوة خطوة تشتغل خطوة خطوة. الآن بالنسبة للدائرة الموجودة هان اللي بنتكلم عنه التالي، بهمني شقة الاوتبوت هذا اللي هي ليش الانفيرتد اوتبوت. الانفيرتد اوتبوت هاي بيجي بشقة هان، عندي كيو اي، وكيو اي في هذه الحالة ايش بدي يكون وضعه اوف، عشان هيك شلته من الدائرة وشلت بقية الدائرة. اللي عندي موجود هاي البفر، وهاي الار سي اي تبعت كيو اي، التيار اللي بيجي من هان عبر البفر. الان البفر ايش بيعمل لي؟ اللي هو سميناه متر فالور، ايش شغلته؟ بيعمل لي امبليفيكيشن للتيار. لو هذا مش موجود حكون مربوط هنا مع مين؟ مع هادي. الان اي اكبر، الاي بي ولا الاي اي؟ بقديش؟ بيتا زائد 1، يعني الاي اي اللي عندي بيصير قديش على هذا الحساب؟ يعني بضرب بقيمة، خليني اقول لو بيتا 100 بضرب بالمية وبسيب الايش اللي قبل. فانا عملت امبليفيكيشن وعملت فان اوت بعدد كبير مقارنة مع بدون البفر الموجود عندي. فانا بدي اجي على هذه النقطة، هذا ايش عندي؟ بدي ابلاي الكي سي ال الموجود هان. الان لو كان الاوتبوت اللي عندي لو، ايش بدي يحصل لهذه؟ اللود هذول ايش بدهم يكونوا؟ كات اوف. في وضع الكات اوف لما يكون الاوتبوت لو، هذا عند بسميها في او ال، حيكون عندي الكيو ايز البرايم هذول كلهم وضعهم اوف، والان بدها تساوي انفينيتي. فهي بتعمل ايش هاي؟ اللي بلزمني مين؟ في وضع الفي او اتش. في وضع الفي اتش ايش عندي؟ الكي سي ال ات ذس بوينت عندي الاي او اتش بدي ساوي ان في اي اي اتش برايم اللي هو داخل عمين هذول على اللود الموجودة هاد. هذا اول قانون بنكتبه. يبقى عندي ان بدها تساوي اي او اتش على اي اي اتش برايم. الان بدي اشوف الاي او اتش ايش بيساوي. اجي خطوه لوراها، هاي هذه النقطه، ايش عندي؟ هذا الاي اي اي، الاي اي بده يتوزع، جزء منه بده يروح لمين؟ للاي او اتش، وجزء منه بده يروح لمين؟ للاي ار دي. معناته يعني الاي او اتش هاي 2 بدي يساوي اي اي ماينس هاي للبي ان اي ار دي ان. طب الاي ار دي ان بقدر اجيبه؟ ايش بيساوي؟ الفولتج عندي هذا معلوم قديش؟ هاي معادلة الايش؟ الفي او اتش. ما
بدخلها وبحسب قيمة الـ VOH، طلعت عندي ماينس 2 فولت. خلينا نقول الآن هذه ماينس 2 فولت، وهنا عندي ماينس 5.2. بقدر أجيب الـ IRD؟ طيب، فمعناته هذا إيش بدي يساوي؟ VOH ماينس ماينس بلس VEE على الـ RDL. جبت منه إيش الحين؟ الـ IRD. بدي اجيب الخطوة اللي بعدها، مين بدي اجيب؟ الـ IE. الـ IE بيساوي ايش؟ الـ IE بقدرش اجيبه لها، بدي اجيب مين؟ الـ IB. الـ IBN او الـ IE للـ BN بدي يساوي بيتا فورورد بلس واحد في الـ IB للـ BN. الـ IB للبي ان ايش بدها تساوي؟ طلع عندي هان، هذا الفولتج معروف، اذا ضفت له البوينت 75 واخذت صفر ناقص هاد قسمته على الار سي اي بيعطيني الايش؟ الاي بي ان. معناته هاد بيساوي عندي زيرو، لا تنساش هادي، ماينس في بي اي للبي ان اي سي ال ماينس هان في او اتش على الار سي اي بيعطيني هان. الان من هدول ضل اشي حاجة بتفرع عليها الحين من هان؟ ما ضلش، ضلت الشقة ايش؟ هانا في حالة هذه هاي، هذا ايش بدي؟ هذا بدي يكون فورورد اكتف، هذا ايش وضعه؟ لما نتكلم عليه طلع عندي هذه هاي، ايش معناته هاي؟ معناته هذا فورورد اكتف، وهذا معناته ايش؟ اوف، مظبوط. هذا جزئية ما لهاش دخل عندي في الدائرة، انا حطيتها بس اكملها. فلو شلتها بقدر الاي بي هذا اللي عندي ايش بيساوي؟ اي بي، مظبوط. الاي يعني ستة، بدي اقول عندي الاي اي اتش برايم بدي يساوي الاي بي للاي برايم، اللي هي بدي يساوي اي ار اي برايم على بيتا فورورد بلس واحد، صح؟ اللي هان بيتا فورورد زائد واحد. الان الفولتج اللي هان في او اتش بدي اطرح منه هاد واطرح، بدي يصير اجمع ال في اي واقسمه على الـ ار اي بيعطيني الايش؟ الاي ار اي اللي عندي، يعني سبعة الاي ار اي بدي يساوي في او اتش ماينس في سي في بي اي اي سي ال، خلينا احطه هنا سبعة عشان الكل يشوفه، اي ار اي برايم بدي يساوي في او اتش ماينس في بي اي هاي الاي سي ال ناقص الناقص بدي يساوي في اي اي على الار اي. هيك بيبقى الفان اوت عندي خلص. ايش اللي عملته هان؟ كويس، نقطتين الرئيسيتين والباقي كله إعادة. النقطة الرئيسية هاد عندي هذا متر فالور اللي عندي بدي اجي لهذه النقطة، هذول الاسوم انهم ايدنتيكال اللودز، فعندي الاي او الاي او اتش اللي هي الاي اوت في حالة الهاي ايش بدي يساوي؟ بيساوي مجموع هذول مجموعهم ايش بيساوي؟ ان في اي اتش برايم. الان بدي اجيب قيمة الاي اي اتش برايم واجيب قيمة الاي او اتش عندي عشان احدد قيمة مين؟ الان. الان الاي اي اتش برايم ايش بدي يساوي؟ بدي يساوي الاي بي تبع اللود هذا. اذا هذا هاي اللي هذا بدي يبقى considered low، يعني هذا الشقة ايش؟ اوف. معظم التيار المار في ار اي جاي من مين؟ من هنا. اذا جاي على هذا الطريقة بدي اقول الاي اي اتش برايم بدي اقسمه على بيتا فورورد زائد واحد يعطيني مين؟
بدي اقسم الاي اي على بيتا فورورد زائد واحد بعطيني الاي بي اللي هان. طب الاي اي اللي هان ايش بتساوي؟ بتساوي الاي ار اي. هذه اذا عندي في او اتش بدي اطرح منها ال 0.75 واجمع لها الفي اي واقسمها على الار اي تعطيني الاي اي لهذه او الاي ار اي اللي هي بقسمه على بيتا فورورد زائد واحد بعطيني الاي اي اتش لهذه. طب الهان الاي او اتش ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي الاي اي اللي هان مطروح منه الاي ار دي. طب الاي ار دي ايش بدي يساوي؟ بدي يساوي الفولتج اللي هان ناقص ناقص بدي يعطيني زائد الفولتج اللي هان على الار دي ان بعطيني الاي ار دي. طب التيار اللي هان الاي اي بدي يساوي الاي بي مضروب في ايش؟ في بيتا فورورد زائد واحد. طب الاي بي ايش عندي؟ الاي بي بدي يساوي الفي او اتش زائد الفولتج اللي هان بدي اطرح هذا كله من ايش؟ من زيرو. يعني هدول بدهم يطلعوا بالناقص على الار سي اي بتعطيني الاي بي لهذه. الخطوات يعني بالنسبه لل يعني سيستماتيك وسهله، يعني بدهاش مجهود زي دوائر اول ما بدينا، هي التشابتر 5 و6 هم اللي بدهم المجهود الكبير. بقيه الدوائر المجهود تبعها مينيمم، يعني خلينا نقول تفضل. الخامسة ستيب 5 الآن هنا، هيو مش هذا بدي اجي في هذا الاتجاه. الآن لو اخذت اللوب من هان لهذه النقطة ايش عندي؟ زيرو ناقص الدروب هان ناقص هذه ناقص هذا. هذا الفولتج اللي عندي ايش وصل؟ في او اتش معروف، بقول بيساوي زيرو. لا خلص، هذه النقطة المعلومة اللي بوقف عندها فقط، لأنه إذا هذا معلوم وهذا معلوم والدروب معلوم، قديش التيار اللي ها؟ يعني هذه عندي 5، أنا بلزمني الفولتج اللي ها، الفولتج اللي ها قديش؟ الفيو اتش زائد كام؟ زائد 0.7. يعني لو هذه كان يعني ماينس 2 وهذه بدي أزود لها 0.7 قديش بدها تصير؟ 7.5 ماينس 1.25 مظبوط. زيرو ناقص ناقص ايش بدي يصير؟ زائد 1.25 على ال 270 بيعطيني الاي الموجود هذا. كويس هيك؟ الان النقطة اللي بعدها، خلصنا من تشابتر 11. المنهج اللي بيجي بعده ملوش في المنهج اللي قبل، يعني لا مش في الامتحان النصفي ومش مربوط فيه، يعني جزء ثاني من المادة. هذا المادة حكينا احنا جزئيتين، جزء الاولاني في يعني خلينا نقول تشابتر 4 و5 و6 هدول اهل التريكس. التشابترز اللي بعدها ستريت فورورد. الان من 16 لحديت 33 ستريت فورورد. اذا انت بتطوعني وبترد على الخطوات اللي بقول لك اياها، فيش امكانيه تغلط، سامعني؟ الا اذا انت مصمم على هذا. ايوه. الان انا قاعد بقول لك الخطوات واضحه، ايش هي؟ الان بالموسفتس اول حاجه بدنا نفهمك ايش هي؟ وايش بتعني؟ وايش البارامترز؟ واليوم اللي حنعرفه بس للانموس الانهاسمنت اونلي المود اوف اوبريشنز. كويس، نيجي نتكلم عليهم ايش الشكل تبعه. السيمبل تبعاتها هاي البولك بي، هاي الدرين، وهاي السورس، وهاي الجيت. هذه هاي الجيت جي، الدرين دي، السورس اس، وهذه البولك. على ارض الواقع انا بدي اتكلم هنا على الانموس انهانسمنت
only. ايش في غيرها؟ في مرادفان، في عندي PMOS وفي عندي enhancement only، وعندي ايش؟ enhancement depletion combination. الاثنين بنسميه CMOS. الان عندي في NMOS وفي BMOS. تتذكر احنا عندنا بالبي جي تي عندنا ايش؟ عندنا الان بي ان وعندي البي ان بي، مظبوط. البي ان بي المرادف الها البي موس، الان بي ان المرادف الها الان موس. الان حاجه ثانيه، بالبي جي تي كان الكوليكتر، لو انت مسكت الترانزستور الكوليكتر حسب له بين معين، مظبوط، والإيميتر له بين معين، اثنين مش ممكن نبدلهم، صح؟ يعني مش ممكن تستخدم الإيميتر بدل الكوليكتر وتقول بيشتغل، بيشتغلش معك حسب ما بده. بالنسبة للموسفيتس الدرين والسورس انترتشينجبل، يعني بتغيروا حسب البايسنج، هو اللي بيحدد مين الإيميتر ومين الايه، مين الدرين ومين السورس. دائما الدرين في الان موس بياخذ الفولتج العالي، اي شقه الفولتج عالي هي بتصير الدرين، كويس. بتختلف عن السابق، هذيك خلص معروفه ايش هي، هي هاي هاي البن، هذا هو كوليكتر، هو كوليكتر من المانيفاكتشر، بقدرش اقلب. بس هنا لا، الفولتج العالي، الشقة اللي فيها الفولتج العالي هي شقة الدرين. يعني لو السيركت مشبوكة وجاهزة وتغير، يعني خلينا زي ما هتشوفوا لاحقا، تغير وضع الترانزستور من اون لاوف، الدرين حيتغير. ايش رايكم؟ في شقة بيبقى الدرين في الاتجاه، الشقة الثانية حتلاقي الدرين قلب وصار في الاتجاه الثاني، يعني ملوش كلمة واحدة. كويس. الآن بالنسبة لها للإن موس، هنا حيكون أنا بتكلم على هذه الجزئية، هذا عندي بي سبستريت. إيش يعني البي سبستريت؟ يعني تتذكروا البي السيمي كوندكتر، البي ماتيريال، البي إيش؟ إنه هذه دوب بي ماتيريال، مظبوط؟ هذا هو زي البيس. تتذكروا البيس عندنا كان الماتيريال تبعتها ايش؟ بي ماتيريال بنسميه، او بي ديب دوب ماتيريال. الماجوريتي فيها ايش؟ الماجوريتي كارير الهولز، فهذا نفس الشيء. هنا عندي ان بلس وهنا ان بلس، في بينهم حاجه، ايش اللي بينهم موجود؟ هاي ان ماتيريال، ان ماتيريال بينهم ايش؟ بي ماتيريال. هذا الانهانسمنت اونلي، يعني في وضع البي موس حتلاقي هذه ان ماتيريال وهذا بي ماتيريال، بي ماتيريال، فالواصل بينهم ايش؟ ان ماتيريال. الان في عندي حاجتين، هنا في عندي طبقة عازل، هذه معمولة من السيليكون داي اوكسايد، في عندي هنا ميتال جيت، هذه البولك، هذه السورس، وهذه الدرين. الجيت في عندي حاجة فيها، ايش في عندي؟ في عندي هان طبقة رقيقة من السيليكون، وبعدها في عندي جاية الميتال جيت. وهنا هاي العازل،
طيب الآن عندي حاجتين بهمني، المسافة هذه هذه بسميها ال اللينك تبعت شانل، وهذا لما اتكلم تو دايمنشنال ايش الها دبليو ويد مظبوط، الويد هان اللي جاي في الاتجاه اللي لجوه هذا بسميه دبليو الويد للشانل، هذا طول الشانل اللينك للشانل، وهذا اللي جاي بالاتجاه المعاكس يعني اللي هان بدي اسحبها لزي هيك هذا الويد تبع الشانل. الان بتتذكر واحد وانت صغار في الابتدائيه وغيرها كنت تجيبوا مغناطيس مظبوط، نمسك الورق ويمكن احنا الاولاد اشقى شويه من البنات بنجيب يا مسامير يا براده حديد وبنحطها وبصير نحرك فيها صح؟ في البيت في المسامير هذا في البيت كنت العبها هذا في الابتدائيه. الان قديش حجم المسامير اللي انت بتجذبها بيعتمد على السمك تبع البيبر، لو حطيت ثلاث ورقات أربعة خمسة بتقل، بينما لو جبت ورقة ورقيقة بتلاقيها ايش بتجذب أكبر عدد من الهاي، وبتصير تحرك فيها حسب انت تمشيها، ده هي خفيفة البرادة بتحركها بسهولة، المسامير حسب وزنها، المسامير الصغيرة بتحرك فيها أسهل من الكبيرة، هذا عملناه. الآن هذه المينوريتي كارير هذا ايش عندهم؟ في هذه هولز هولز هذا المينوريتي الماجوريتي هولز والماينوريتي الكترونز. الان لو انا بدي اجيب الالكترونز هنا ايش بلزم؟ بدي بوزيتيف فولتج صح؟ لو حطيت على هذه زي الورقه الورقه ايش كنت احط؟ المغناطيس، المغناطيس بشد ليش؟ الحديد لفوق. انا لو حطيت هذه قلت رقيقة جدا، حطيت هنا المغناطيس تبعي اللي هي البوزيتيف تشارج، ايش حتسحب لي؟ حتسحب الالكترونز هان. الان هذا الالكترونز اللي هان بتمشي من هان لو صار لها جسر تعدي عليه، صح؟ الجسر هذا متى ما الالكترونز تغطي هذه المنطقة بتصير الحركة بتصير تروح بتمشي في بصير عندها حركة الكترونز. الفولتج المطلوب ليعمل لي هذه استابلش هذا الشانل او يبني الجسر هاي بسميه ال في تي. بسميه ال في تي اللي هو ايش؟ threshold voltage. هذا كان في بهذا الحالة ايش قلنا؟ هو عبارة عن positive voltage يعني في تي اكبر من ايش؟ من زيرو. لهذه للبيموس عندي الفي تي بي هيكون اصغر من ايش؟ من زيرو. هنا عندي اكبر من زيرو هو اللي جذب لي الالكترونز وسواء بيعمل لي الجسر اللي بدي اياه ليعدي عندي. كويس هيك؟ واضحة ايش اللي بنحكي فيه؟ فعندي هان صار الجسر هذا جاهز. الجسر لما يجهز بتصير ايش؟ الحركة عليه سهلة. يعني هذا بدك تطلع عليها، أنا عندي هان في الطريق في وادي وأنا بدي أعدي الوادي الموجود هنا، لازم أبني جسر، بتصير الحركة للكل سهلة. قبل الحركة بتبقى يعني في حركة ممكن تحصل بس للناس اللي عندهم طاقة عالية وهذا العدد دائما محدود. ف بلزمني في تي هذا الفولتج، طيب وقتيش هذا الفولتج بتحرك؟ في حاجة بتطلع عليها هذه لتحدد لي، عشان هيك تحديد المود اوف اوبريشن مهم جدا تعرف كيف بيمشي. هاي الخطوتين هدول اذا بضلك تطبق فيهم كل الفصل زي ما هن موجودات هان تغلطش فيها. ايش اللي هي انا اللي بدي اتكلم عليها في المود اوف اوبريشنز؟ بحددهن بناء على الموجود هان. هاي طبقة الاكسايد كل ما كانت رقيقة كل ما كانت
افضل. فالان اللي بتطلع عندي في جي اس بدي اطلع عليه. ايش في جي اس هذا؟ اللي هو الفولتج بين الجيت والسورس. لو كان اصغر او بيساوي في تي تبقى هذا الديفايس الان موس وضعها اوف. هذه خطوة رقم واحد. والاي دي اوف بيساوي ايش؟ زيرو ام. اول حاجة بتطلع عليها هل هي اكبر او اصغر. كانت اصغر الفي جي اس اصغر من في تي بقول الديفايس اوف وخلصنا. كانت اكبر بدي اطلع حاجة هاي اثنين. لو عندي في جي اس اكبر او بتساوي من الفي تي بقول هذا الديفايس الان موس اون. شايف كلمة اون؟ واقف عندها. بروح ايش اقول؟ هي لينير ولا ساتريشن؟ كويس، بقول هي صارت وضعها اون. وهذه الخطوة مهمة، ما تستنتجش مبكر. كويس، لازم تمر في هذه الخطوة، هل هي اوف او اون. بعدها بروح اذا اون بروح للخطوة الثانية، بس بروحش للخطوة اللي بعدها قبل ما ايش؟ ما اعرف انها اون. لانه هذا زي ما بقول لك انا، اذا انت بتتبع الخطوات تغلطش، واذا بدك تغلط هان انت ناوي تغلط. لان انا قاعد بقول لك اتبع، انا ححط لك يعني شغلتي اني اغلطك في الامتحانات، شغلتك انك تمشي عدل. انا قاعد بقول لك امشي على هذه الخطوات، فيش امكانيه انك تغلط. يعني انت بتشتغل بتصير عندك سيستماتيك ابروتش ماشي فيه. السيستماتيك ابروتش فيش امكانيه انك تغلط. بتعمل الشورت كات دائما في فرص لايش؟ الخطا بتزيد. الان بعد هيك بتطلع على مين؟ على الفي دي اس. الفي دي اس اللي هو ايش بقول لي؟ بقول لي الشانل اللي عندي هان اذا بدي اطلع فيها حصل التالي. هذا الشانل جاهزه. الان لو الفولتج اللي هان اعلى من هان معناته ايش؟ بدي يصير عندي فلو للتيار من الدرين للسورس. فالان عندي كلمه اعلى بدي اقيسها، هذه ايش بتعني؟ اعلى من ايش؟ الان انا عندي تو مود اوف اوبريشن حيحصلوا. فالخطوه رقم 2A او خلينا نقول هذه بدي افحصها، بدي اطلع عندي الفي دي اس لو كانت اصغر او بتساوي اللي هان في جي اس ماينس في تي. الان هذه اصغر او تساوي، اذا هذه الحاله بقول عندي الان موس وضعه لينير والاي دي لينير بدها تساوي K في جي اس ماينس في تي في دي اس ماينس 1/2 في دي اس سكوير. كويس هيك؟ يعني انا هنا في وضع لينير. طيب لو ما كانتش الحالة هذه بدي اسميها 2B. عندي في دي اس اكبر او بتساوي في جي اس ماينس في تي، بقول هنا الان موس وضعه ساتريشن والاي دي سات في عنده معادلتين 1/2 في كي في جي اس ماينس في تي سكويرد. هذه معادلة، هذا الشورت. او بدي اخذ حاجة ثانية اور الاي دي سات بدها تساوي 1/2 كي في جي اس ماينس في تي سكوير. في عندي في لامدا بلس في دي اس. طيب ايش لامدا وايش كي؟ لامدا بقول عنها التشانل لينك موجوليشن
بارامتر، وهذه شبيهة بمين؟ تذكروا السيجما، شبيهة بالسيجما عندنا، بس سيجما لها. هذه المعادلة قليل بنستخدمها، عادة بنستخدم هذا لأنه هذه أبسط وتقريبا تدينا نفس الشيء، فاحنا ميالين لهذه. حتلاقينا طول الفصل واحنا بنستخدم هذه مش هذه، بس هذه بقول لك اياها على سبيل انك تعرف الدقه، وهذه وهذه اللي بنستخدمها. الان الكي بنسميها ديفايس ترانس كوندكتنس بارامتر، كويس هيك؟ طيب السؤال اللي بدي ارجع له هنا، ايش الفرق بين الانهانسمنت اونلي والانهانسمنت ديبليشن؟ حدا مرت عليه الانهانسمنت ديبليشن؟ في فرق واضح، ايش هي؟ هنا انا قاعد بعمل ايش؟ تشانل، صح؟ هذه الان النوع الانهانسمنت ديبليشن هنا بتبقى ايش؟ عباره عن ان ماتيريال، يعني التشانل ايش؟ جاهزة، يعني زي ما انت بدك تطلع في عندي خط جاهز للاستخدام. الان لو انت جيت ممكن تلاحظها، هم بيشتغلوا على طريق البحر والشارع اللي عندنا القناء او صلاح الدين، بتلاقي الشارع مكسر، وبتلاقي بعض الاحيان برصفوا شارع وبسووه جديد. وين بتمشي السيارات؟ تمشي على جديد، اذا جديد جاهز ومش مسكر تمشي عليه. وقت ايش بدك تعمل لتمنعهم؟ حاجتين، يا اما بدك تغلقه يا اما بدك تخلفهم، مظبوط؟ ببطل حد بيمشي عليه. حاجة ثانية، الان احنا عندنا في المنطقة الشرقية في عندنا شارع خط، مظبوط؟ كم واحد بيمشي عليهم؟ لا اللي قريب للحدود، حدا بيمشي هناك؟ ليش؟ اللي بيمشي هذاك منطخ عليه، فالطريق جاهز. لما نسوي اتفاقية الهدنة أولها كان الكل ماشي هناك، ليش؟ لأنه فيش حدا بطخ، والصوت وقف الطخ. الآن هذا الإلكترونز في التشانل في تي بدي إياه إيش؟ الفي تي تبعه بدي هذا التشانل جاهزة، بس ممنوع حدا يدخل عليه. إيش بدي أسوي؟ بدي احط فولتج يشرد الالكترونز من هذا. ايش الفولتج اللي بيشردهم؟ النيجاتيف فولتج، صح؟ النيجاتيف فولتج بيشرد. انا بديش اجيب لكم حاجه ثانيه، اقول لكم يعني عاده عندك حاجتين، الصنف نفس الصنف دائما ايش بيجي؟ بيجي تدبو صنف ثاني، يعني الولد بيجي تدبو ايش؟ بنت. الان لما الاولاد بدك تشردهم من المنطقه ايش بتحط؟ بتحط اولاد، فاولاد على طول لحد ما تشوفوا اي واحد بيقرب بيروحوا بلطشوه بشرد. فالقصد من هذا نيجاتيف، ايش بدي احط لهم هنا؟ نيجاتيف فولتج. اذا حطيت النيجاتيف فولتج ايش بيعمل؟ بيعمل نفور للالكترون، فهذا التشانل بتبطل فيها امكانيه موجود فيها الكترون. هذا الفولتج اللي بخليها جاهزه بس ما فيش فيها حركه ايش بسميه؟ الفي تي. فللانهانسمنت ديبليشن هان، اذا هذا كان عندي في تي للانهانسمنت اونلي كان بالبوزيتيف، الفي تي هنا بده يكون بالايش؟ بالنيجاتيف. هذا المعلومه اللي بدك اياها تحفظها، انه في تي للانهانسمنت ديبليشن بيكون بالنيجاتيف، بينما في تي للانهانسمنت اونلي بيبقى بالايش؟ بالبوزيتيف. الان الكي اللي هنا الترانس كوندكتنس اللي عندي ها، هذا بدي اعرفها. هذه بتبقى معطاه منين؟ لو فتحت السبيسيفيكيشن شيت هذه بتلاقيها معطاه، هذه بتلاقيها مش معطاه. ليش؟ لانه ايش اللي بدي اعملها؟ كي هذه بدها تساوي كي برايم في الدبليو على ال، الدبليو على ال، الدبليو والال عرفناهم هناك، مظبوط؟ ال اللي هي اللينك تبعت الشانل، والدبليو اللي هي الويد تبعت الشانل. الكي هنا برايم بسميها البروسس ترانس كوندكتنس بارامتر. طيب
البروسس ترانس كوندكتنس بارامتر اللي انا بتكلم عنه هان، ايش بيختلف عن هذه من ناحية مفهوم؟ تعرفوا هذا زي ايش؟ كلكم في البيت بتشوفوا امهاتكم لما ايش تسوي عجنة، مظبوط؟ العجنة كلها الها ايش؟ نفس المواصفات، نفس الملح، نفس المية، نفس الخميرة، نفس الطحين، وبتحطها تستنى تخمر بنفس الطريقة، مظبوط؟ الآن لما تقسمها ل مجموعات أو طبب اللي تسوي منها الأرغفة، مظبوط؟ كل رغيف له بصير شكل، هل كلهم في البيت موحد؟ كل واحد له شكل، أبعاد مختلفة، سمك مختلف، حتى لما تخبزه في الفرن بيختلف وين تسوى. بينما مثلا إذا طلعت على الخبز اللي بتشتريه من المخابز خلينا نقول المنضبطة، بتلاقي شكلها موحد ودرجة خبزها موحد وحجمها موحد وكل إشي إيش ستاندرد. تختلف عن خبز البيت اللي بتلاقي فيه كل حاجة، في لكل إشي بيختلف، بس بتلاقيهم من عجنة لعجنة كل عجنة لها مواصفات معينة. العجنة اللي بنتكلم عنها اللي هي المواصفات تبعتها بنسميها الكي برايم، الرغيف مواصفاته اللي هي بنسميه إيش الكي، هذه لأنه له أبعاد معينة. طيب الكي برايم هذه ايش بتساوي؟ بتساوي ميو في السي او اكس برايم. السي او اكس برايم هاي بنسميها الاوكسايد كاباسيتنس. الميو بنسميها الموبيليتي. والموبيليتي عندنا نوعين منها، نوع خاص بالالكترونز ونوع خاص بالمين بالهول. الميو تبعت الالكترونز بتساوي 580 سنتيمتر بير سكند فولت، والميو للهول بتساوي 230 سنتيمتر بير سكند فولت او فولت سكند. الان اطلع مين اكثر موبايل؟ الالكترونز اكثر. لهذا السبب بتلاقي احنا دائما بنحب نستخدم اذا بتطلع في بالنسبه للبايبولر ترانزستور الشائع ايش؟ الان بي ان. بالنسبه للموسفت الشائع الان موس. ليش؟ لانه الالكترونز مور موبايل. هاي بالضبط تقريبا 2.5 هذه اكثر حركة من الثاني. الوحدة بنلاحظ حاجتين فيها، انا في عندي السرعة هي عبارة عن ايش؟ المسافة، وحدة المسافة سنتيمتر على سكند. الفولت هان لما يصير تغيير في الفولتج بصير تغير هذه يعني لما يكون من رايحة من فولتج عالي لفولتج واطي بصير في اختلاف. يعني هذا بعبارة ثانية، انت لما تجري هل انت نازل نزلة ولا طالع ايش؟ طلع. الان انت او السيارة بتلاحظ بتفرق، وانت نازل حركتك اسرع من وانت طالع، على الرغم انك ماشي بنفس السرعة. هذيك السرعة بتزيد وهذه السرعة بتنقص. يمكن في بلاد برا اللي ساقوا اللي بهاي في السيارات في حاجة بسموها الكروز كنترول، اللي هو ايش هذا؟ بتعمل بتثبت السرعة على هاي. ليش هذه في بلاد اللي فيها مخالفات على السرعة الزايدة انت بتحطها بتضلك ماشي. الان لو الشرطة بدي اياك يصيدك بقعد لك على اخر النزلة، اخر النزلة بصير عندك ايش؟ السيارة انت مثبتها وماشية، تصير سرعتها اعلى. يعني لو انت حاططها سرعة 90 مسموح فيها وانت هذا قاعد لك تحت اخر شيء، انت بتوصل هناك 95. الان ايش بتسوي؟ انت بتروح له بتقول له لا يا عمي هذا هينا انا مثبت السرعه وماشي، هذا الجهاز اللي عندي. لا مش الرادار، انه في مارجن اوف ايرور لازم تسمح فيه الموجود هذا. فاللي بنحكي ايش القصد من هذا؟ انه فرق الفولتج بزود السرعه او بنقصها، لهذا السبب سميناها ايش؟ موبيليتي. الان السي او اكس اللي هذا الكاباسيتنس بتساوي
ابسلون او اكس على تي او اكس. التي او اكس هذه بسميها تيكنس اوف او خلينا هاي تيكنس اوف اوكسايد، قديش سمك طبقة الاوكسايد اللي هان زي ما حكينا الايش التيكنس اوف اوكسايد اللي هو ايش هذا، قديش سمك الاوكسايد، قديش سمك الاوكسايد ايش بيعمل لي، بقول لي حاجة. اذا زي ما حكيت لكم سابقا لما جبت بيبر رفيعة صارت اقدر احرك في المغناطيس، لما حطيته فوق صار حركة اسهل، معناته ايش الفرق بينهم الكاباستنس هاد حجمها اعطتني حجم افضل، يعني كل ما زادت هاد ببطل في افكت بين التنتين، كل ما قلت الافكت اللي هي الكاباستنس ايش بصير بتزيد. فانا بدي الاوكسايد حتى النتيجة تطلع فيها عكسية، لانه بدي هاي كل ما قل هاد كل ما الكباستنس زادت. الان هذه في يعني الدراسات قدروا ينقصوها ويعملوها حجم 1 اتوم، ذره واحده يكون سمك الاكسايد هذا. فالان لما نعملها ذره واحده هذا ايش بنعكس عليها، حجم الفولتج المطلوب هان بقل. اذا بقل نزلوا الفي دي دي اللي هو الفولتج للسيركت من 5 فولت نزل ل 3 فولت، نزل اخر حاجة شفته رقم كان 1.8 فولت، هذا كان كافي ليشغل. اذا بنزل ال VDD اللي بنزل عندي بالمقابل ايش بيحصل، الباور ديسيبيشن بتنزل، ببطل المراوح اللي موجودة مطلوبة بنفس العدد اللي بنتكلم عنه حاليا او في السابق. الان الابسلون او اكس هذه بسميها البيرماتيفيتي اوف اوكسايد، وهذه بتساوي 3.9 في البيرماتيفيتي لمين؟ للفاكيوم. هذه بسميها لمين؟ للفاكيوم. هذه بتساوي 3.45 تايمز 10 تو ذا ماينس، اذا ذاكر الرقم 23 10 to minus 13 فراد بير سنتيمتر. الان في الغالب هدول الشغلات بتبقى معطاء عندك، التكنس بيبقى معطاء، او بقول لك الكاباستنس اللي عندي للاوكسايد هالقد، او الكي برايم بيقول لك اياها، هاي الرقم تبع الكي برايم احسب لي الكي، وبعدها بتشتغل تجيب التيار اللي عندي، سواء التيار اللي بيطلع عندي في وضع اللينير او وضع الساتوريشن. الان الخطوات اللي بدي اياك تحفظهن وتعمل ماسترنج لها ايش هي، اللي ها 1 2 و2 A و2 B، اذا انت هذول مشيت فيهم تبقى في السليم، ما مشيتش فيهم هذول الخطوات بصير ايش الاختلاف الموجود عندي. اليوم نكتفي في هذا الحد.